اختتم البنك الزراعي المصري عام 2022 محققاً معدلات نمو كبيرة في حجم الأعمال ومؤشرات الأداء تعكس النجاح المتسارع الذي حققته خطة تطوير البنك، والتي تهدف لتحسين جودة الخدمات المصرفية وتحقيق التنمية الزراعية والريفية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وكان للسياسات الجديدة التي اتخذها البنك الزراعي برئاسة المصرفي الكبير علاء فاروق رئيس مجلس الإدارة دوراً كبيراً في تطور أعمال البنك، حيث بلغ حجم محفظة القروض نحو 65 مليار جنيه في 31 من ديسمبر لعام 2022 بنسبة نمو بلغت 142% خلال آخر عامين، حيث بلغ عدد العملاء المستفيدين من تلك القروض نحو 534 ألف عميل. وشهدت محفظة الودائع ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 47% لتقفز من 95 مليار جنيه في 31 من ديسمبر لعام 2021 إلى 141 مليار جنيه في 31 من ديسمبر لعام 2022، بزيادة قدرها 45 مليار جنيه، ونسبة نمو بلغت أكثر من 200% خلال عامين، وهو ما يترجم ثقة العملاء في قدرة البنك على إدارة مدخراتهم. وحقق البنك نمواً كبيراً في حجم القروض الموجهة لتمويل الأنشطة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتصل إلى نحو 73% من المحفظة، حيث بلغ عدد المشروعات متناهية الصغر التي قام البنك بتمويلها بنهاية ديسمبر لعام 2022 نحو 439 ألف مشروع للأفراد والشركات. حصلت على تمويلات بقيمة 32 مليار جنيه، بينما ارتفعت التمويلات المقدمة للشركات المتوسطة إلى 3.3 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت نحو 31%. في الوقت نفسه تنامى دور البنك في تمويل المشروعات والشركات الكبرى لتعظيم دورها في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، حيث ارتفع حجم التمويلات من 4.3 مليار جنيه في 31 من ديسمبر لعام 2021 لتصل إلى 10.5 مليار جنيه في 31 من ديسمبر لعام 2022 بنسبة نمو بلغت نحو 83%. وتمثل القروض الموجهة لدعم وتمويل القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به نحو 80% من حجم محفظة الائتمان بإجمالي 50 مليار جنيه، حيث ضاعف البنك خلال عام 2022 التمويل الموجه لإنتاج المحاصيل الزراعية والتي يحصل عليها صغار المزارعين بعائد 5%، وقام بتعديل الفئات التسليفية أكثر من مرة في أقل من عام بنسب تتراوح بين 25% و70% لمساعدة المزارعين على تحمل الارتفاع في تكاليف ومستلزمات الإنتاج. وبلغ حجم تمويل قروض المحاصيل الزراعية نحو 10.5 مليار جنيه يستفيد منها أكثر من 250 ألف مزارع لزراعة نحو 970 ألف فدان. ويستهدف البنك زيادة عدد المستفيدين من تلك القروض إلى 450 ألف مزارع خلال العام المقبل. ووصل حجم التمويل المقدم لمشروعات الإنتاج الحيواني نحو 7 مليارات جنيه، استفاد منها 176 ألف عميل لتربية نحو 640 ألف رأس ماشية، فيما بلغ حجم التمويل الممنوح من البنك للمشروع القومي لإحياء البتلو أكثر من 4 مليارات جنيه. تم منحها لأكثر من 18,500 مستفيد لتربية نحو
238 ألف رأس ماشية، بينما بلغ حجم التمويل الموجه لتمويل التصنيع الزراعي والخدمي لنحو 18 مليار و300 مليون جنيه. كما كثف البنك الزراعي المصري جهوده لدعم وتمويل المنتفعين بمشروعات الاستصلاح الزراعي الكبرى، مثل مشروع تنمية الريف المصري، 1.5 مليون فدان، والدلتا الجديدة، ومستقبل مصر وتشكى، من خلال إتاحة برامج تمويلية تفي بكافة احتياجات المزارعين والمنتجين لتحفيز الاستثمار الزراعي. في الوقت نفسه يسعى البنك الزراعي المصري جاهداً لترسيخ مفهوم ريادة الأعمال، حيث قام البنك بافتتاح 4 مراكز لتطوير الأعمال في المنصورة وبني سويف والسادس من أكتوبر وبنها، بالإضافة إلى 5 مراكز جديدة جاهزة للافتتاح قريباً، وخطة طموحة تشمل إنشاء 20 مركزاً في كافة محافظات الجمهورية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأفكار الجديدة للشباب.